ثلاثة كجوج عندي واحد قراد العام هنايا في هذه المؤسسة وغير قراد العام والبنيتة هي قراد العام عتقرا الإعدادي الأولى. هي سيدي المؤسسة ما شاء الله مزيانة، فيها الأساتذة مزيانين، المدير ديالها مزيان، كل شيء مزيان. المشكل اللي عندنا هو مع شوية التلاميذ كتطيحهم، الدراري كيطيحوا مع التلاميذ شوية ناقصين شوية مزيانين شوية، الدري كيمشي في هذاك الريتم، ما رديتيش معاه البال وزيرتي خاصك تضلي غادة جاية غادة جاية ورد البال مراقبة. إيوا الحمد لله نتمنى والله يجعل فيهم الخير مولد المسلمين ويصلحهم يا ربي الجميع. ما كايناش الإمكانيات، بنادم غادي على قد حالو وتنفضلوا العمومي. انا كيجيني العمومي من الاحسن، الدري كيطلع كيحراش مع خوتو كيدير مع ولاد الشعب كيتقاتل كيجيب النقطه بدراعه الحمد لله. بزاف بزاف الغلاء هذا العام بزاف بزاف، وبنادم ساكت وما كيهضرش وقابل على هذا الشيء. ما فهمتش انا، كاين بنادم اللي ما صايبتش عليه لو وقابل على هذا الغلاء وساكت. المصاريف كتوصل حتى 2000 درهم واكثر وكثر، ثلاثة الدراري كتوصل 2000 درهم وكثر، مكتوبة هتصورها تسجيلها جمعية الآباء ها كتوصل 2000 درهم وكثر. ملي كتبداي بالصيف باش غتبغي تفوجي كتجمعي للدخول المدرسي، كتبقاي تجمعي باش توفري باش تقدري ولادك تكملي لهم داك الشيء ديال المدرسة وباش توفري لهم داك الشيء وباش تشري مكتوبة يجي الدري. والعام كامل وكل مرة يجي خاصني كتاب خاصني هادي، قال لي أستاذ جيب هادي خاصني هادي العام كامل وهي غادا هكا. دا مازال أسيدي مازال ما خدينا حتى شي حاجة. إيش غنقول لك، راه مازال كل شيء، يلاه قلنا بسم الله مازال كل شيء الحمد لله، نتمنى من الله ييسر للجميع الامور يا ربي. ايوا تمت انطلاقه ديال تسجيل التلاميذ وعدد التسجيل اليوم ان شاء الله الاثنين، من بعد ما كان تسجيل الجمعه والسبت كان الدخول ديال الطاقم الاداري، ونهار السبت كان الدخول ديال الطاقم التربوي. اليوم كاين الدخول الفعلي ديال التلاميذ الان هما في نطاق التسجيل ديالهم، وكاين اللي الحمد لله اللي التحقوا بالقاعات ديالهم مع الاساتذه، وان شاء الله كنتمنوا دخول مدرسي 2023-2024 يكون موفق للجميع التلاميذ. وانتم كتشوفوا الاجواء ديال الدخول والحماس بالنسبه للتلاميذ والتلميذات، محاوله التعارف من بعض والاباء والامهات هما. الان كاين عمليه ديال التسجيل قدامنا هنا، رسوم ديال التسجيل اللي المجموع ديالها اللي فيه تقريبا 152 درهم. تنعرفوا بان بالنسبه للتسجيل رسوم التسجيل ديال الاقتصاد تقريبا واحد 42 درهم، وكتكون تقريبا واحد 80 درهم او 82 درهم كتكون خاصه بجمعيه الاباء. وكنتمنوا ان شاء الله يكون سنه موفقه ان شاء الله للجميع. الحمد لله هما الاسر الفئات، يعني كاينه فئات متنوعه كتعرفوا، ولكن الاغلبيه هي فئات هشه ان شاء الله. كنشوف من خلال التسجيلات كتلقى الاباء، وخصوصا انه يعني كاين واحد التراكمات ديال العيد ومن بعد ديال الصيف، والناس داخلين الان مقبلين على الدخول المدرسي، وكتكون واحد المجموعه ديال الامور والالتزامات، خصوصا ان الادوات خصهم يشريوا الادوات، خص الزي المدرسي، خص كذا، كل شيء. هذا الشيء عنده واحد الكلفه صراحه، كاينه كلفه وكاين ناس مساكن اللي ما يقدوش على هذه الكلفه، ولكن الله غالب الله غالب. والدخول المدرسي لابد ما يكون، والتلميذ لابد ما يلتحق للمؤسسة إن شاء الله. والحمد لله الأمور راه في أجواء راه بخير الحمد لله. بدينا هذه السنة كما كتشوفوا بأن التلاميذ التحقوا بالأقسام ديالهم منذ البداية، وخدمنا معهم حصة أولى عن طريق أسئلة على المكتسبات السابقة، ثم قمنا بتقويم تشخيصي يعني للتذكير بما درسوا سابقا، وايضا اعطيناهم نبدأ على المقرر الدراسي ديال هذه السنه اللي هو خص يكون التلميذ عارفه باش يعطيه نفس باش يعرف يعطيه فكره على ما سي كيف يتوديي زعما شنو غادي يقرا لهذه السنه. دونك كما يبدو اعطيناهم دي زوبجيكتيف، خص الانسان يكون عنده اهداف والمثابره بيان سور والجديه في العمل لكي تكون سنه موفقه باذن الله. وبالنسبه للاساتذه كلهم تحقوا حتى هما بالاقسام ديالهم الحمد لله. هاد العطله كانت راحه فتحينا بما فيه الكفايه اللي غيعطينا متنفس للعمل اكثر والعطاء اكثر، وشكرا. فبالتالي نتمنوا لكم عوده ميمونه، ياك نتمنوا الاساتذه والاستاذه.